فخورين جدا اليوم بزيارة سيادة الولي اللي هو شرف كبير. محتاجين الناس يعرفونا ويعرفوا الخدمة ديال المرأة المغربية اللي كتقاوم واللي طالبة بلاصتها في الطبلة ديال الاقتصاد المغرب. الحمد لله هذا المشروع ديال الابتكار الاجتماعي في إطار إحياء المدينة القديمة وبصفة عامة إحياء الصناعة التقليدية غادي نخلقوا الحمد لله بالجدية وبحب الوطن 350 فرص شغل وبالأخص بالنسبة للعيالات اللي في واحد الهشاشة اقتصادية مهمة. والحمد لله بمناسبة عيد المرأة احنا فخورين بزيارة سيادة الولي اللي غادي يعطينا واحد الجهد وواحد الطموحات زايدين، لأن صعيب علينا الحال. احنا ماشي غير فاعلين اجتماعيين، احنا فاعلين اقتصاديين وتنخلقوا فرص الشغل المغاربة اللي محتاجين. والحمد لله هادشي تيشجعنا باش الطموحات ديالنا ما نهبطوهمش، نزيدو نطلعو بلادنا ونكونوا طموحين بحب الوطن، وماشي غير عيد المرأة، عيد حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية اللي خصنا نعطيو للمرأة بصفة عامة. هاد 8 مارس هو نهار ديال جميع النساء، ولكن نهار حتى الرجال اللي عندهم هاد الإحساس بأن المواطنة ما تكون كاملة إلا كانت المساواة. تنهني جميع الشباب اللي الآن هما معنا ومنهم رجال ونساء التواصل اللي واكبونا في هذا النهار، وهذا حفل بوطني ومواطن. تنشكر تماما بصفة مؤكدة وبكل محبة ومودة لجميع المسؤولين اللي جاوا من خاطرهم ومن المبادرة ديالهم باش يشاركوا معنا هذا النهار، منهم والي صاحب الجلالة وعامل أنفا. تنشكرهم وتشكركم انتم على العمل ديالكم التواصلي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.